تاني ولسه في اجواء فرحه كبيره جدا زي ما احنا شايفين في القدس قد ايه الناس فرحانه، واحنا كمان هنا في الاستوديو كلنا فرحانين وكنا مستنيين اللحظه دي بقالنا كتير. عايزين بس مبدئيا نشكر ضيوفنا اللي كانوا معانا النهارده، استاذ ايهاب صموئيل واستاذ جاد توفيق. وقبل ما نختم معاكم عايزين ان انتوا كل حد فيكم بقى يقول لنا كده كلمه وانتوا بتشوفوا الانوار. حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات، بقوته أبطل الموت وجعل الحياة نير لنا، وهو أيضا الذي نزل إلى الأماكن التي أسفل الأرض، بواب الجحيم رأوه وخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه. دي الأنشودة اللي بنرنمها في زكسولوجية القيامة واللي بنترنم بها طول الخمسين يوم اللي جايين. المسيح قام، بالحقيقة قام. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب، شرفتنا. لو حضرتك دكتور جاد تقول لنا تعليق أخير وشعورك لحظة ظهور النور المقدس النهاردة. حضرتك قلت كلمة أول ما طلع قلت الله. الله. أكيد فرحة النور وفرحة القيامة، عشان كده الكنيسة حطت المزمور اللي تأملنا فيه في البداية، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل به. والمزمور ده نفرح، والكنيسة بتعمل دورة القيامة عشان تقول لنا أراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. اللي عايز أقوله، المسيح ظهر للتلاميذ ومستعد كمان يظهر لك. المسيح جه مخصوص لتوما ومستعد يجي لك. وطوبى لمن آمن. كل سنة وانتم طيبين، وشعب المسيح كله بخير وبسلام وفرح، ونتمتع دايما بقيامة المسيح، ونقول له بموتك يا رب نبشر ونفرح بقيامة المسيح. لو سؤال أخير لسه جاي في ذهني دلوقتي، هل إحنا بقى كده يعني سؤال بره المنهج بره المنهج؟ طيب اتفضل. هل إحنا كمسيحيين بنعيش في العصر الحالي، هل في انتظار أو إحنا بنكون محتاجين معجزات تحصل زي كده عشان تحسسنا وتأكدنا إن إيماننا صح؟ أرجع لفكرة البنسة وشريط اللحام. لو أنت ثابت في المصدر مش هتحتاجنا. ليه؟ ده ثابت. بص، الطفل لما بيبقى صغير بيبدأوا ينمو، ولما بيكبر خلاص. فالمفروض أنا أنمو في النعمة وأنمو في المعرفة. على فكرة نيقوديموس كان بينمو، راح بالليل ومستخبي وبدأ يسأل ويبحث عن المعرفة. في المجمع اللي كان فيه قال لهم طب ليه وتقتلوه، طب ما نتصرف. ولكن لما نمى في النعمة طلب جسد المسيح. شاول كان راضيا بقتل استفانوس، الكتاب قال عنه كده. وخلي بالك ايه اللي خلى شاول يربط ما بين أعمال 9 وأعمال 7. هو شاف استفانوس والكتاب يختم بيقول وكان وجهه يلمع كالملاك. المنظر ده ما سابهوش وأثر فيه، وده اللي أثر خالص في شاول وبقي القديس العظيم بولس الرسول. صحيح. مش محتاج لمعجزة عشان أصدق قيامة المسيح، ولكن إن القيامة قائمة موجودة وده إيماننا الأساسي إن لم يكن المسيح قد قام. فنحن أشقى جميع الناس. صحيح. عشان كده احنا بنكرز بموت المسيح وبقيامة المسيح. مظبوط. مبروك علينا قيامة المسيح. مبروك علينا. خليني أسأل برضو حضرتك من ناحية نفسية، لسه في ناس بتشك في النور المقدس بعد كل اللي احنا شايفينه ده وبعد الظهور الرائع ده اللي احنا كل الناس كانت مستنياه، حضرتك تقول لهم إيه أو بتوصف الناس دي بإيه؟ الشك اللي عندهم ده إيه؟ مش هنوصف، لكن نقول لهم يعني اعملوا عقلكم شوية، يعني فكروا بعقلكم حبة. يعني إن كنت أنت من النوع العقلاني بزيادة فاشتغل بعقلك، فكر، شوف المعطيات اللي قدامك، شوف اللي بيحصل كل سنة، شوف فعالية القيامة في حياة المؤمنين، في حياة الناس عموما، وأنت تعرف هل الكلام ده صح ولا شك. على فكرة الموضوع ما بيكونش شك بقدر ما بيكون عناد. حتى الناس اللي بتنكر وجود الله أصلا، القصة هو متأكد إن هو ربنا موجود،
بس في حاجة جواه بتقول له لو هو موجود هيمنعك من حريتك، لو هو موجود هتبقى مضطر تسيب الخطية، زي ما أغسطينوس كان بيعافر في الحتة دي. مشكلة أغسطينوس إنه ما كانش مش حكاية إنه مش مقتنع بوجود الله بقدر ما هو حاسس إن ربنا هيأيد حريته، مع إن العكس صحيح، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. حضرتك برضو اتكلمت عن جزء مهم جدا لما قلت إنه ساعات بيبقى في مشاكل نفسية حلها الوحيد هو أب الاعتراف. يعني. فعايزة أقول إن كل الشخصيات اللي إحنا اتكلمنا عنهم دول إحنا تقريبا. أيوة. يعني مشاكلهم زينا والشك زينا، فهيبقى الحل برضو حاجة واحدة بس، الكنيسة. طبعا هو طبعا في أمراض نفسية ما نقدرش نتجاهل إن هي محتاجة علاجات، محتاجة تكنيك من علاج معين، سواء علاج دوائي أو بالعلاج السلوكي المعرفي، لكن في بعض الأمور أيضا مش هينفع معاها العلاج، لأن الأصل في المشكلة خطية مسيطرة أدت إلى مشكلة نفسية. تتعالج الخطية وتغفر وياخد من استحقاقات الدم وبعد كده نقدر نشتغل معاه. طبعا دي مش قاعدة، لكن في بعض الأمور بتبقى محتاجة كده، لأن علم النفس لا يلغي دور أب الاعتراف. وده دي حاجة كويس إن حضرتك اتكلمت فيها، لأنه ساعات بيحصل خلط عند الناس في الحتة دي، إنه يعتقدوا إن المشير النفسي أو الطبيب النفسي ده بديل لأب الاعتراف. لا خالص، ده قصة وده قصة. بس دلوقتي بنشوف إنه ما بقاش فيه يعني الناس زمان كانت بتتكسف إن هي تروح لدكتور نفسي، وكمان كان في ناس ما بتحبش تعترف أو بتشوف إنه برضو لا أنا أعترف لربنا. فبرضو دلوقتي الموضوع اتفتح أكتر، بقت الناس قادرة إن هي تتكلم أكتر. نشكر ربنا إنه حصل فيه وعي عن الأول، فعلا ده بنلاحظه في العيادات، إنه الناس بدأت فعلا تكون واعية، سواء بسر الأطراف أو بدور المشير النفسي في حياتنا، في الحاجات اللي محتاجة تركة نفسية كده حد يساعدنا فيها. مظبوط. لكل حد بيشك، ده ممكن يكون إنسان الخطية هي اللي مسيطرة عليه، أو ولا ممكن يكون عنده مشكلة نفسية مخلياه يشك ومش قادر يستوعب اللي هو بيشوفه. يجوز كده ويجوز كده، في حالات كده وفي حالات كده. أنا يعني أفتكر مرة كنت قاعد مع حد بينكر وجود الله، لكن من الحديث معاه أدركت إن هو بينكره ظاهريا، لكن هو بيتكلم بيحلف لي باسم ربنا، يعني عايز أكد لي فكرة. يقول لي طب يا ابني أنت بتقول لي هو مش موجود، إزاي بتحلف لي باسمه؟ قول له هآمن عشان تصدق. بغض النظر طبعا عن أنه لا تحلفه البتة، لكن هو ثقافته كده. طب أنت منين بتقول لي أنه مش موجود وبتحلف باسمه؟ فهو الموضوع بيبقى في أغلب الحالات خطية مسيطرة أو تجربة سابقة لرمز الأبوة في حياته خلته ينكر وجود الله، أو مش حابب إنه يكون الله موجود في حياته بصورة الأب اللي كان بيضايقه وبيتعبه وبيعذب. أضيف حاجة بسيطة. فضل. إيه رأيك الكشافات دي فيها كهرباء ولا مفيش كهرباء؟ فيها كهرباء. مين قال لك؟ أنت شايف الكهرباء؟ بس شايف النور. يبقى أنا بشوف النتيجة وأصدق إن فيها كهرباء. زي التلفزيون اللي شغال ده في موجات كهرومغناطيسية شغالة موجودة، تجسدت فين؟ في الصورة. كلنا بنتفرج على المتوشة صح؟ في يوم حد طلع كده من الدور اللي فوق قال لك اطفي التلفزيون بتاعك عشان الماتش مش واصل عندي. هل جهاز التلفزيون حد من الموجات الكهرومغناطيسية؟ حصلش. عشان كده الله موجود في كل مكان، لربما أنا لن أراه، عشان كده قال الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب القديس سبحانه هو خبر. السد العالي أنا أقدر أروح أمسك التيار العالي جدا جدا ده هتكهرب، ده لو مسكت 220 هأصعك وهموت. طب إيه اللي حصل؟ نزل تجسد وبقي في صورة إنسان عشان أقدر إيه أتعامل معاه وأشوف. ده ربنا لما ظهر لموسى قال له يا رب طب ورين، قال له طب خبي نفسك كده عشان تشوفه. ولما شافه الشعب ما قدرش يبص، قال لموسى حط برقع على وشك. وجود الله والشك، عشان كده جهل توما. توما لو ما كانش جاله وهينزل يكرز مع الرسل يقول لهم أقول لكم أنا سمعت. الإيمان
مفيش حاجة اسمها أنا سمعت. أنا أؤمن تماما بأن هذا هو جسد حقيقي ودم حقيقي، وأن المسيح قام من الأموات، وأن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، وأؤمن بفاعلية الأسرار، وأؤمن بعمل الروح القدس في الكنيسة. ده إيمان، ده إيمان قوي، وده لازم نشتغل عليه مع أولادنا، لأن الأيام الحالية في حرب تشكيكية جامدة. لازم نشتغل على ده في كنيستنا وفي خدمتنا، وياريت في برامجنا. جميل. وده اللي دايما بيقوله لنا الكتاب المقدس، طوبى لمن آمن ولم يرى. وإحنا في عصرنا دوت ما شفناش قد اللي شافوه زمان، وقد اللي عاشوا السيد المسيح على الأرض، وشافوا معجزاته، وشافوا كلامه، وشافوا حياته كانت عاملة إزاي على أرض الواقع. فهل كده إحنا طوبى دينا فعلا اللي إحنا بنآمن ولم نرى؟ طوباك. على فكرة الإيمان، لا، الإيمان والعقل لا يتعارضان. لا طبعا. الإيمان العقل له مستواه اللي بيوصل عنده ويقف، الإيمان بيكمل مع عجز العقل عن استيعاب. فالاثنين مش في تضاد، الاثنين بيكملوا بعض. عشان كده في بعض المعجزات صعب اللي احنا نصدقها بعقلنا بالظبط، ولكن بروحنا بنآمن ان ربنا قادر فعلا ان هو يعمل كده. إيمان. كان لكم ايمان مثل حبه خردل تدخلون لهذا الباب المنتقل. مظبوط. خلينا نرجع برضو نتفرج على اجواء القدس، قد ايه الناس لسه فرحانه ولسه النور مالي كل المكان. Thank you.
اهلا بحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم. من جديد رجعنا لكم مره تانية علشان خاطر بقى نختم حلقتنا اللي كنا فيها مع حضراتكم النهارده في تغطيه خاصه لظهور النور المقدس. وطبعا لازم نشكر ضيوفنا جدا اللي شرفونا وكنا سعداء جدا بوجودهم وباركونا النهارده، الاستاذ الدكتور جاد توفيق امين اعداد خدام في كنيسه القديسه العذراء مريم والقديس يوسف النجار في عزبه النخل. كنا مبسوطين خالص بوجود حضرتك معانا يا دكتور النهارده. شكرا وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. ونعيش أفراح القيامة مستدامة. أمين. وأنا بحيي حضرتك جدا على الشرح البسيط وعلى وسائل الإيضاح اللي ثبتت المعلومة في دماغنا ووصلتها. طبعا في المقص. في ناس تانية هي اللي طمعانا في المقص. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. خلينا برضو نشكر من الضيوف اللي كانوا موجودين معنا واستمتعنا جدا بالحديث مع حضرتك، أستاذ إيهاب صموئيل ماجستير في علم المشورة النفسية. نورتنا حقيقي، قلت لنا معلومات كتير جديدة وكمان اتكلمنا عن جانب يمكن مش ناس كتير بتتكلم عنه، فشرفتنا النهاردة جدا. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، يعني شرفتنا ونورتنا وأضفت لنا معلومات جديدة. والجانب النفسي كان جانب مهم اللي احنا نغطيه ونتكلم عن الشخصيات الكتير اللي كل شخصية فيهم أكيد بتمثل حد فينا وأكيد شبه حد فينا موجودة في الحياة وعلى أرض الواقع دلوقتي. أنا اللي بشكركم على الحلقة الرائعة دي وعلى حضوركم المنير الحلو. شكرا. واتعلمت منكم من دكتور جاد أستاذي وأشكركم. حضرتك إضافة جميلة يا دكتور. لا العفو العفو. نورتونا وشرفتونا. أشكر حضرتك يا أستاذ جاد وأقول لك إن أنا لسه طمعانة في المقص. أنا وعدتك إن شاء الله. أنت وعدتني الحلقة الجاية. إحنا بنشكر حضراتكم وحضرتك طيب. إحنا بنشكر كل الناس اللي تابعتنا النهاردة على مدار الساعات اللي فاتت، كنا في انتظار ظهور النور المقدس وشفنا قد إيه الناس كانت فرحانة ومبسوطة بظهور النور المقدس، شفنا قد إيه الناس كانت كلها مستنية اللحظة دي، كل الناس كان عندها رجاء ان ربنا قادر بظهور النور المقدس انه يخلي اي حد تعبان يشفيه، اي حد مجروح، اي حد مش قادر ان هو يصدق كمان بعد ظهور النور والاحتفالات دي يقدر ان هو يصدق. فرحنا معا بقيامة المسيح والنور المقدس. كل سنة وحضراتكم طيبين. حقيقي استمتعت جدا ان انا كنت معاكم على في الساعات اللي فاتت وبشكر كامل جدا. شكرا ليك يا ساندرا وكل سنة وانت طيبة وحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان في العالم طيبين ودايما في فرح ودايما في نور طوال أيام السنة. بشكر طبعا كل فريق الإعداد وكل فريق سي تي في اللي تعبوا جدا علشان خاطر يطلعوا الحلقة بشكل مميز وبشكل يعني يبسط حضراتكم. بشكر حضراتكم جدا على متابعتكم لينا خلال حلقتنا الخاصة اللي نقلنا فيها لحضراتكم النور المقدس، اللي نتمنى أن النور المقدس ينور قلوبنا وينور عقولنا ويحل جوه بيوتنا. ونقوم مع السيد المسيح ويعني نسبح معاه أليسوس أنستي بخريستوس أنستي أليسوس أنستي بخريستوس بخريستوس أفطن في خين أو مسمي أفطن في المسيح وقام بالحقيقة قام. فبركة قيامة السيد المسيح تحل علينا ونقوم مع السيد المسيح ونحيا في حياة التوبة طوال أيام السنة. بشكر حضراتكم جدا وحب أختم مع حضراتكم بالآية اللي نحب نقولها في المناسبة السعيدة ديت، استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. شكرا لحضراتكم جدا على متابعتكم لينا وإلى اللقاء.